بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. المؤسسة كتنظم واحد الأمسية رمضانية وإفطار جماعي لفائدة نزيلات المؤسسة بشراكة مع المجلس العلمي المحلي مقاطعة عين السبع الحي المحمدي وجمعية ماما آسيا لأصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة. وهذا يعكس توجه المندوبية العامة لإدارة السجون في الشق التأهيلي والإدماجي في النسيج الاجتماعي لهذه الفئة، والذي لن يتأتى إلا بهذه الالتفاتة الطيبة وبإشراك القطاعات الوصية وهيئات حكومية وفعالية المجتمع المدني وهيئات حقوقية كذلك في إدماج هذه الفئة من رعاية صاحب الجلالة نصره الله. دأبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تنظيم مجموعة من الإفطارات الرمضانية، وأصبحت هذه الإفطارات يعني تقليدا خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهذا الإفطار الذي نظم اليوم لفائدة جميع نزيلات السجن المحلي عين سبع جوج هو نموذج على هذه الإفطارات التي تنظمها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة النزلاء والنزيلات بالمؤسسات السجنية. نبغي نشير على أن الإفطارات الرمضانية ليست النشاط الوحيد الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الشهر الفضيل، كاينين مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية. المؤسسة السجنية والمجلس العلمي دائما في تعاون، وهناك برامج نقوم بها هنا في المؤسسة السجنية، الوعظ والإرشاد، ندوات وهكذا طيلة السنة. وهذا الشهر المبارك شهر يكثر فيه الخير، تكثر فيه أعمال البر وأعمال الإحسان، فقررنا باش نديروا هذا اللقاء مع النزيلات. حتى وطبعا رمضان هو شهر التواصل والتحابب والتقارب، وحتى نشعر النازلات بأنهن الأخوات ديالنا وأنهم قريبات وأنهم مغربيات مسلمات، ليس فقط أنهن سجينات. هذه الجمعية اللي تتهتم أصلا بالسجناء والسجينات، من جملة الأحوايج اللي تدير هذه الجمعية هي المهمة الدفاع عن السجينات والسجناء الأطفال وغير الأطفال، ومن المهم ديالها كذلك أنها تعتني بالصحة وبربط الأواصل الأسرية بين هذه الفئة من الناس والأسر ديالهم. كذلك من جملة الأهداف ديالها أننا تنقوم بالتربية على حقوق الإنسان، وأنا أقوم بهذا داخل سجن النساء بالنسبة للفئة الصغيرة. كل يوم الأربعاء تنقري التربية على حقوق الإنسان، وكذلك بالنسبة للجانحين الصغار في الإصلاحية كل يوم إما الأربعاء في الصباح وإما الخميس في الصباح، وهذا لمدة هذه دابا 16 سنة. هذه المبادرة اليوم جمعونا إن شاء الله جميع السجينات مع طاقم من الممثلين ومع ناس مشهورين، كنشكرهم بزاف. كل شيء داز بخير، حسينا براسنا فحال خرجنا عند العائلات ديالنا، حسينا براسنا فحال مع وليداتنا.